أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج حكي على المكشوف عبر إذاعة وتلفزيون فلسطين وقناة الفلسطينية. في هذه الحلقة سنعرج على الملف السياسي والمفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وما بدأ يرافق ذلك من تصاعد في وتيرة التصريحات الإسرائيلية ضد الرئيس محمود عباس. ونحن هنا نقول للإسرائيليين من كبيرهم لصغيرهم، أيدينا ممدودة للسلام. والرئيس محمود عباس الذي تم انتخابه بناء على برنامج واضح، السلام العادل والشامل الذي يحقق أماني وتطلعات أبناء الشعب الفلسطيني بإقامة دولته الفلسطينية على حدود عام 67 وعاصمتها القدس الشريف كاملة السيادة جنبا إلى جنب مع دولة إسرائيل. ورئيسنا الذي عود أبناء شعبه على المصارحة قالها بوضوح وفي أحلك الظروف: لن يكون هناك سلام بدون القدس وبدون دولة كاملة السيادة وبدون حق العودة حسب قرار الأمم المتحدة والمبادرة العربية في إطار حل متفق عليه، ولن يكون هناك سلام بدون سيطرتنا على ثرواتنا الطبيعية والتاريخية. ضيفي في هذه المكاشفة من الاستوديو الدكتور عبد المجيد سويلم، أهلا وسهلا بك. أهلا بك. وسينضم إلينا عبر الهاتف من مدينة الناصرة الأستاذ محمد بركة بعد قليل. فاصل قصير ونبدأ هذه المناقشة. في القدس رائحة تركز بابلا والهند في دكان عطار بخان الزي. في القدس أبنية حجارتها اقتباسات من الإنجيل والقرآن. في القدس صلينا على الأسفل. في القدس من في القدس إلا أنت. في القدس دب الجند منتعلين فوق الغيم. في القدس رغم تتابع النكبات ريح براءة في الجو ريح طفولة، فترى الحمام يطير يعلن دولة في الريح بين رصاصتين. مرة أخرى أعزائي المشاهدين أرحب بكم، وباسمكم أرحب بضيفي الدكتور عبد المجيد سويلم، أستاذ الدراسات الاستراتيجية في جامعة القدس المفتوحة. لا، القدس. أبو ديس، أهلا وسهلا بك. وكما قلت سيكون معنا من الناصرة الأستاذ محمد بركة، وأيضا من بئر السبع سيكون معنا الأستاذ طلب الصانع. أستاذ دكتور عبد المجيد، استمعنا في الآونة الأخيرة إلى تصاعد وتيرة التصريحات الإسرائيلية في ظل وفي خضم المفاوضات. الموقف الفلسطيني واضح وأعلن الرئيس في أكثر من مرة وفي أكثر من مناسبة للتأكيد، خاصة بعد أنه جانا يعني العديد من التساؤلات عبر الفيسبوك، وبإمكان الإخوة المشاهدين أيضا المساهمة والمشاركة في مداخلاتهم عبر الفيسبوك معنا في هذه الحلقة. العديد يتساءلوا عن الموقف الفلسطيني من المفاوضات. نعم. كيف ممكن بكلمات بسيطة نقول شو الموقف الفلسطيني؟ يعني الموقف الفلسطيني المعلن معروف كما تفضلت. دعني أقول لك بأنه يوجد نوع من اللبس حول ماهية المفاوضات التي تدور الآن. يعني أولا دعني أؤكد بأن المفاوضات الجدية بيننا وبين الجانب الإسرائيلي ليست موجودة. المفاوضات عمليا تجري بين الإسرائيليين والأمريكيين، وأعتقد أننا لم نصل من خلال المفاوضات المباشرة مع الإسرائيليين إلى أي شيء جدي. الآن هناك حديث حول موضوع الإطار. أنا أعتقد بأن اللبس يأتي من النقطة التالية: هل نحن أمام إطار للحل أم نحن أمام حل للإطار؟ وأنا أعتقد أن هناك يعني فرق كبير بين المسألتين. الذي يجري الترتيب له أمريكيا هو التوصل إلى إطار وليس إلى يعني حل، إطار للحل، وإنما حل الإطار. نحن نناقش مع الأمريكيين في المرحلة الأخيرة، والأمريكيون يناقشون هذه المسألة مع الإسرائيلي، ما هو الإطار الذي سيتم عليه الحل؟ ولكن الإطار هذا بحاجة إلى حل،
حاجة إلى توافق. هذه هي النقطة التي يدور أو تدور حولها المفاوضات. من يعتقد أننا أمام يعني إطار حل بمعنى الدخول في القضايا في إطار معين يكون مخطئا. يعني لماذا أقول ذلك؟ لأن الأمريكيين باختصار أستاذ ماهر أرجو أن تتيح لي فرصة توضيح هذه المسألة. الأمريكيون كان سقفهم عالي عندما بدأوا هذه المفاوضات معنا، وعندما يعني حاولوا بكل الوسائل الضغط علينا باتجاه الذهاب إلى هذه المفاوضات. الفشل واضح من أنهم كانوا يتحدثون عن حل شامل فأصبحوا يتحدثون عن إطار للحل فأصبحوا يتحدثون عن حل للإطار. بمعنى وجه الأمريكيين من وجهة نظري بالتعنت الإسرائيلي، وبالتالي نزل وانخفض سقفهم الآن للحديث عن هذا الإطار. فأرجو أن يعني لا نذهب بعيدا في تصور أننا أمام حل. نحن لسنا أمام حل، وإنما أمام ما يمكن اعتباره الإطار. وهذا الإطار كما تعرف، حتى يعني نسهل الأمور حتى نسهل الأمور ندخل في صلب الموضوع. تمام. هل تعتقد من خلال قراءتك وتحليلك لواقع الأمور أنه القيادة يعني في البعض بيقول لك يا أخي والله الأمريكان راح يخلص خلصوها وشطبوا والجماعة الفلسطينيين اتنازلوا؟ من خلال قراءتك هل في تنازلات فلسطينية؟ أولا لا يوجد تنازلات ولن يوجد يعني، وهذه التنازلات هي ما يعني محض أوهام. القيادة الفلسطينية قدمت تنازلا تاريخيا عام 88 اسمه برنامج السلام الفلسطيني القائم على أساس الدولتين، وانت حكيت قبل قليل ما هو مضمون هذا الحل. غير ذلك ليحلم الحالمون وليتوهم الواهمون، هذا لن يحصل. الشعب الفلسطيني قدم التنازل التاريخي الذي كان يجب عليه أن يقدمه، وبالتالي انتهينا من هذه المسألة. الآن سأقول لك ما هي يعني ما هو لب الموضوع. لب الموضوع أن إسرائيل تعتقد بأن الوضع العربي والإقليمي يعطيها فرصة لابتلاع أكبر كمية من الأرض الفلسطينية ولمحاصرة قيام دولة فلسطينية مستقلة وإرغام الفلسطينيين على قبول سلام هو من حيث الجوهر إعادة شرعنة للاحتلال، تغيير الرواية التاريخية للشعب الفلسطيني من خلال موضوعة الدولة، التحكم بالفلسطينيين كسكان. وأنا يا أستاذ ماهر أناشد كل من يتخصص ويعرف بالشؤون الإسرائيلية أن يدلني على كلمة واحدة أي وثيقة إسرائيلية تتحدث عن حقوق الشعب الفلسطيني. هم لا يتحدثون عن حقوق الشعب الفلسطيني، هم يتحدثون عن احتياجات السكان الفلسطينيين في الأرض المحتلة. وبالتالي الإسرائيليون يتصورون بأننا يعني إذا ذهبنا إلى حل معهم يجب أن نتخلى عن حق العودة وعن سيادتنا على القدس الشرقية وعن سيادتنا على الضفة الغربية وعن معابرنا وحدودنا عن كل شيء بصراحة. وعن ثرواتنا. هذا ما إذا كانت إسرائيل تعتقد بأن الشعب الفلسطيني جاهز بسبب الضغوط، بسبب الأوضاع الاقتصادية، بسبب تردي الوضع الإقليمي، بسبب تحالفهم مع الولايات المتحدة وانحياز الولايات المتحدة، إذا كانوا يعتقدون بأن الشعب الفلسطيني من خلال هذه الأوضاع الصعبة سيرضخ للإملاءات الإسرائيلية، فليشبعوا وهما وليشبعوا أحلاما. طيب. نحن لسنا أمام تسوية، وهل الذي يجري النقاش حوله ليس التسوية وإنما الإطار الذي من خلال الأمريكيين بدهم يضمنوا استمرار المفاوضات من جهة، وهذا هو الموضوع الرئيسي، وبدهم يضمنوا هذا الموضوع الثاني أيضا، بدهم يضمنوا لإسرائيل أنه إسرائيل تستمر في الاستيطان ويصبح الاستيطان مسألة متعايشة مع المفاوضات، وبالتالي تصبح قضية الاستيطان جزء لا يتجزأ من آليات الحل المطروحة. طيب. وهذا ما تهدف إليه. اسمح لي يعني أن أرحب باسمك وباسم جميع المشاهدين بالأستاذ محمد بركة رئيس الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة معنا عبر الهاتف من الناصرة. مساء الخير أستاذ محمد. مساء النور، أهلا وسهلا. ربما استمعت أستاذ محمد في بداية حديثنا، يعني هناك بطريقة أو بأخرى هناك مفاوضات فلسطينية إسرائيلية إن كانت مباشرة أو غير مباشرة، إن كانت توقفت والأمريكي في هناك مفاوضات، والآن الحديث يدور عبر وسائل الإعلام مختلفة وعبر الوسطاء وعبر الجميع أنه هناك مفاوضات. من وجهة نظرك أحد أهم الطروحات الإسرائيلية في الموضوع طرح يهودية الدولة، من وجهة نظرك في الناصرة وأنت يعني الفلسطيني في إسرائيل،
ما الذي يعنيه يهودية الدولة لكم ولنا وللشعب الفلسطيني ككل؟ أولا يعني بالنسبة لمجرد إجراء المفاوضات، طبعا هذا بالنسبة لي ليس مشكلة، القضية هي على ماذا تجري المفاوضات. واضح أن أهداف نتنياهو هي إعادة إنتاج الاحتلال بشكل يمكنه من تسميته حلا، وهذا طبعا غير معقول، وخاصة الإبداع الأخير بالنسبة لتبادل الأراضي بنسبة 10%، وطبعا هم لا يقولون أن القدس الشرقية قد ضمت إلى إسرائيل بشهر 11/67 وجرى توسيع مناطق نفوذها بحيث أصبحت سلطة بلدية القدس الغربية تصل إلى حوالي 20% من أراضي الضفة الغربية، يضاف لها 10%، يعني هم يتحدثون مش عن 10 ومش عن 5، يتحدثون عن أكثر من ثلث الضفة الغربية. هذا أولا. بالنسبة ليهودية الدولة، يعني أنا أقترح على كل من يحلل أن يضع العنوان يهودية الدولة، وبعد ذلك يضع خطا كيف يتصل تحليله مع هذا الموضوع، سواء موضوع الاستيطان، سواء موضوع القدس، سواء موضوع اللاجئين. كل هذه الأمور يمكن إدراجها تحت صفات أو تحت عنوان يهودية الدولة. إسرائيل مسكونة بحلم عنصري قديم. أولمرت في حينه كان يتحدث عن يهودية الدولة، على فكرة يعني نتنياهو لا يتحدث عن يهودية الدولة، إنما يتحدث عن ضرورة اعتراف الفلسطينيين بإسرائيل كدولة الشعب اليهودي، وهنالك فرق ليس بسيطا بين هذين المصطلحين. دولة يهودية بمعنى أن هي دولة اليهود الذين يعيشون فيها، بينما دولة الشعب اليهودي هي ليست فقط إقصاء للفلسطينيين وإبقاهم خارج الوطن، اللاجئين بالتحديد، إنما أيضا أن تعترف الحركة الوطنية الفلسطينية بمبدأ الصهيونية الأول، هو ما يسمى جمع شتات اليهود من جميع أنحاء العالم، وحتى نفي الرواية الفلسطينية بمجملها. نفي رواية الفلسطيني وتبني رواية الصهيونية الأساسية وما يسمى جمع الشتات. هذا كلام في غاية الخطورة. طبعا نحن نواجه موضوع يهودية الدولة أو الدولة العرقية في داخل إسرائيل بوسائل مختلفة يوميا، منها مشروع مصادر الأراضي في برافر، منها ما يسمى تهويد الجليل، منها انتشار نشر العنف والجريمة والرذيلة في داخل مجتمعنا، منها محاولات إسقاط مجموعات سكانية من شعبنا في إطار الجيش الإسرائيلي، ونشر الطائفية وما إلى ذلك. بمعنى هنالك محاولة لتفتيت الهوية الفلسطينية في الداخل، في داخل إسرائيل، وهنالك محاولة لتفتيت الهوية الفلسطينية والشعب الفلسطيني والحق الفلسطيني في كل ما يتعلق بسياق المفاوضات أو من خلال تفتيت الحركة الوطنية الفلسطينية ممثلة بمنظمة التحرير الفلسطينية. طيب يعني أنتم بالتأكيد أستاذ محمد على تواصل مع القيادة الفلسطينية ومع الرئيس محمود عباس، هل من نقاش؟ ما هو المطروح؟ ما هو الموقف؟ في يعني حتى فترة عدة سنوات كان هنالك ترويج لفكرة يهودية الدولة أو ما يسمى بالتبادل السكاني، وفي حينه كان هنالك اتصالات مع سيادة الرئيس أبو مازن، ومنذ ذلك الوقت هنالك موقف واضح حازم صارم في القيادة الفلسطينية بأنه لا يمكن أن يكون حل مبني على أساس الاعتراف بيهودية إسرائيل، ولا يمكن أن يكون هنالك حل مبني على القبول بما يسمى بالتبادل السكاني، بمعنى جعل أو إجراء مقارنة أو مساواة أو مقاربة إن صح التعبير بيننا وبين المستوطنين الغاصبين في الضفة الغربية. نحن لسنا مستوطنين في إسرائيل ليجري تبادلنا، نحن نعيش في وطننا وفي فضائنا. هذه مواضيع متفق عليها مع القيادة الفلسطينية. ومرة أخرى يعني أريد أن أعود إلى ما بدأت عليه، القضية ليست أن تجري مفاوضات إلا إنما على ماذا تجري المفاوضات. طبعا إذا كان نتنياهو يحقق نقاط في صالحه من مفاوضات عبثية، فطبعا يجب رفس الطاولة في وجهه، لكن أن تكون هناك مفاوضات بدون أن تتنازل عن شيء وبدون أن يحقق نتنياهو شيء، بل بالعكس ينفضح وجه الرفضي وتتعالى أصوات المقاطعة لإسرائيل والاحتلال الإسرائيلي في كل العالم، فأعتقد أن هذا أمر إيجابي ومهم جدا في سياق مقاومة الاحتلال. طب دكتور، أنا بدي أسأل سؤال لك أستاذ محمد وأيضا لضيفي الدكتور عبد المجيد السويلم هنا. هل نحن
في ظل التعنت الإسرائيلي، في ظل أمر واقع تفرض إسرائيل على الأرض، هناك استيطان، هناك مصادرة أراضي كل يوم، هناك مزيد من العطاءات الاستيطانية، هل نحن أمام فتح الصراع على مصراعيه؟ بمعنى أنه مش ممكن تقوم دولة فلسطينية في ظل هذه السياسة الإسرائيلية، وبالتالي نحن أمام حلين لا ثالث لهما، إما دولة واحدة فيها الكل بيعيش مع بعض، سميها إسراطين، فلسطين، إسرائيل، إيش بدك، أو لنعود إلى المربع الأول، حيفا ويافا إلنا، زي ما هم بيقولوا يهودا والسامرة وإلى آخره، لأنه حتى توقيع اتفاقية سلام نهائية ما في شيء. وبالتالي يعني السياسة الإسرائيلية وكأنه السياسيين الإسرائيليين يجرون المنطقة إلى المربع الأول بهذا التعنت. يعني شوف، بالنسبة لموضوع الدولة الواحدة، في اعتقادي أن هذا الموضوع جرى يعني تداوله كثيرا، هذا شكل من أشكال الهروب إلى الأمام. يعني بدل أن تقاوم الاستيطان وبدل أن تضع إسرائيل على المحك، تقول هيا نسلم بأمر الاستيطان ونذهب إلى موضوع الدولة الواحدة. أنا لا أقول، يعني أنا حطيت الطرح الثاني دكتور. طبعا أنا لا أناقش، أنا حطيت الطرح الثاني أيضا، تنقل فرضية معينة يجري تداولها وأنا أناقشها. نعم، فبهذا المفهوم باعتقادي أن هذا هرب إلى الأمام. موضوع الدولة الواحدة يجب أن يكون مبني على موافقة وتوافق من طرفين يريدان أن يعيشان هوية الصهيونية. نعم. لا تريد أن تعيش مع الفلسطيني، إنما تريد أن تعيش مكان الصهيونية، مكان الفلسطيني، بمعنى أن يعني لا يمكن إجراء، لا يمكن الحديث عن دولة واحدة في سياق أو تحت راية الأيديولوجيا الصهيونية. هذا كلام أعتقد أنه مضر للشعب الفلسطيني، موضوع نعم. الدولة الواحدة، لأنه يمكن أن يوهم الناس أن يعني هنالك حل آخر، ولا بأس من التسليم بالاستيطان، ولا بأس من المطالبة الآن بحقوق مدنية في الدولة الواحدة. أصلا الدولة الواحدة قائمة على فكرة، يعني طبعا. إسرائيل تسيطر على كل فلسطين التاريخية. نعم. الدولة الواحدة قائمة بهذا المعنى، كل ما بقي في الأمر أن يطالب الفلسطينيون في الضفة الغربية وربما في قطاع غزة لأن تكون لهم حق الانتخاب. أنا أقول لك من تجربتنا نحن كفلسطينيين في إسرائيل مع حق الانتخاب، لا يوجد أي شيء نحن متساوون فيه مع الإسرائيليين، مع اليهود في إسرائيل، سوى حق الانتخاب. فيما عدا ذلك هنالك نظام أبرتهايد بكل ما تعنيه هذه الكلمة. لذلك يعني في اعتقادي، والشق الثاني اللي أنا حكيته دكتور، بالتالي أنا أقول، أريد أن أقول جملة أخيرة عفوا، هنالك فرصة الآن، فرصة الآن كبيرة، ليس من خلال طاولة المفاوضات، إنما من خلال صياغة رأي عام معارض لإسرائيل. وفقط أمس يعني حدثني أحد الأصدقاء في الدنمارك عن توسيع حملة المقاطعة، وفي دول أخرى في أوروبا. في اعتقادي يجب أن يحدث للاحتلال الإسرائيلي ما حدث للنظام الأبرتهايد في جنوب أفريقيا في حينه. وإسرائيل الآن على فكرة تخرج ببلعة جديدة بأن المقاطعة هي مؤلمة للمستوطنات، مؤلمة للعمال الفلسطينيين الذين يعملون فيها. هذا طيب. يذكرني بكلام قيل في أيام الأبرتهايد في أفريقيا، في جنوب أفريقيا، ولكن الجواب الأصارخة هناك كان صحيح أن قطع لقمة العيش قد يؤلم، لكن الأبرتهايد مؤلم أكثر، وفي حالتنا الاحتلال مؤلم أكثر. لذلك ما يمسحوش في حقوق شعبنا الفلسطيني. اعتقادي أن هذا الاحتلال هنالك فرصة لمحاصرته، وهنالك ضرورة لتشديد النضال من أجل إقامة دولة فلسطينية وعدم الهرب إلى الأمام إلى شعارات وهمية. طيب، سأعود إليك في سؤال أخير أستاذ محمد، ولكن بعد أن أشرك الدكتور معنا هون. يعني أنت سمعت سؤال دكتور وسمعت إجابات تعليقك. أولا تعليقي، أنا أتفق بالكامل مع ما تفضل به القائد الوطني محمد بركي، وأنا أعتقد أن هذا القائد لديه قدرة ممتازة على تبسيط الفهم للمواطن الفلسطيني، سواء يعني لأبناء شعبنا هناك أم لشعبنا هون، وهي أحد مواصفاته الحقيقية، ليست مجاملة. نعم، يعني إحنا هذا موضوع الدولة اليهودية كما قلت في بداية الحديث، فليحلم الذي يريد أن يحلم أو يتوهم الذي يريد أن يتوهم. يعني في الجانب الإسرائيلي هذه مسألة، يعني أعتقد أننا يجب أن نرسل لهم رسالة، هذه مسألة مستحيلة، تتناقض مع تاريخنا وروايتنا وتراثنا وحقنا وأهدافنا وتطلعاتنا وإنسانيتنا، هذه مسألة منتهية. هلأ يريدون يضغطون؟ نعم، يريدون أن يجدوا صيغة ما
ويبحثون بالمناسبة عن صيغة ما، حتى أن كيري يقترح أن تقوم إسرائيل بسن قوانين معينة حتى لا تستخدم يعني قصة يهودية الدولة ضد المواطنين الفلسطينيين هنا. كل هذه ألاعيب وملتوية نعرفها ونعرف ما هي حقيقة ما يعانيه أهلنا هناك يعني من نظام هو بالفعل كما تفضل الأستاذ محمد هو نظام أبرتايت يعني بالواقع وبالفعل. أما أريد أن أقول لك شيئا، ما يهدفون إليه الآن من خلال ما يعني قلت عنه أنا قبل قليل الإطار، هم يريدون أيضا تغيير مرجعية عملية السلام. أنا أحذر بالضبط من هذه النقطة، تغيير مرجعية عملية السلام مسألة في منتهى الخطورة، لأنه عندما يقولون لك أستاذ ماهر أنه هذا الإطار ليس بالضرورة أن توافق عليه كله، وليس ويمكن أن تتحفظ على نقطة هنا ونقطة هناك، أوكي. نعم. طب ما هي القيمة الفعلية لهذا الإطار إذا كانت إسرائيل ستتحفظ ونحن سنتحفظ وهو ليس ملزم، وإن إذا هو آلية أمريكية إسرائيلية متفق عليها لاستمرار المفاوضات من جهة ولتغيير هذه، وهذه هي النقطة التي أود أن أشدد عليها، لتغيير مرجعية عملية السلام. أقول لك بأن تغيير مرجعية عملية السلام مسألة في منتهى الخطورة، هذا أحد الأسلحة القوية التي نمتلكها، وهو أحد القضايا التي ناضلت إسرائيل، ناضلت لا أقول ناضلت، صارعت إسرائيل من أجل أن تغيرها، بمعنى أن لا تكون قاعدة الحل هي الشرعية الدولية. ولذلك أنا أحذر من مغبة أن نقع في هذا المطب. إذا كان هناك من ضرورة لاستمرار المفاوضات زي ما حكى الأستاذ محمد، أوكي لتستمر، لكن على قاعدة أن لا نقع في فخ تغيير المرجعية السياسية لعملية السلام أو استبدالها بمرجعية جديدة، لأن المرجعية يعني الجديدة واضح دكتور، واضح دكتور هذا أنا انتصار أنا استراتيجي لإسرائيل واضح إذا حصل، واضح دكتور أن القيادة السياسية والرئيس محمود عباس يعني على طبعا قد المسؤولية وحامل الحمل ونحن وموقفه واضح ومعلن، وهذا هو السبب الذي نعم يجعل وهنا الإسرائيليين يعني وهنا يوجهون سهامهم ضد نعم القيادة. وهنا أتوجه للدكتور للأستاذ محمد بركة مرة أخرى. أستاذ محمد، يعني لاحظنا هجمة شرسة، بدأت محاولات للنيل من الرئيس محمود عباس، ربما أشبهها أنا إنجاز لي التعبير بما سبق وتم توجيهه للرئيس الراحل ياسر عرفات، إنه هذا شريك ليس شريكا في عملية السلام، هذا معادل السامية، كما استمعنا مؤخرا إلى رئيس الاستخبارات الإسرائيلية يوصفه على أنه أكثر زعماء العالم معاداة السامية، وكأنه أبو مازن يعني جاي من مريخ آخر، ما هو سامي يعني في النهاية. فيعني كيف ممكن، شو ممكن نحكي لهذه الهجمة الغريبة؟ شوف يا سيدي، موضوع يعني الهجوم على الرئيس أبو مازن هو هجوم أو صراخ على قدر الوجع، يعني بأي مفهوم؟ بمفهوم يعني حتى ابتدعوا على فكرة مصطلح جديد يعني من ليبرمان قبل عدة أشهر، ما اسمه الإرهاب الدبلوماسي. يعني نعم، يعني هذا الكلام أقل ما يقال فيه إنه يعني مش ملاقين إشي يروجوه ضد الرئيس أبو مازن في العالم، فاخترعوا هذا المصطلح زي ما اخترعوا قبل عدة سنوات ما اسموه اللاسامية الإسلامية. هؤلاء فنانين في تطويع اللغة ولتخدم أغراضهم السياسية، لكن الحقيقة أن هذا الصراخ هو على قدر الوجع السياسي. شوف شو حصل مثلا في شهر 8 السنة هذه، عندما هبط أحمد النجاد عن سدة الحكم وجاء الرئيس روحاني مكانه. يعني نتنياهو بدأ كما كشخص قابل أهله، يعني كان يعني مطمئن إلى أحمد النجاد، يستعمل تصريحاته من أجل أن يروجها في العالم وأن إسرائيل تحت الخطر ومش عارف إيش. فهو يريد خطاب آخر، خطاب يبرر تطرفه، يريد خطاب يقول لا حق لليهود ونرميهم في البحر ومش عارف إيش. أما أن يأتي هذا الخطاب العقلاني، هذا الخطاب المصر والمتمسك بحقوق الشعب الفلسطيني من ناحية، ومن ناحية أخرى لا ينزلق في متاهات المهاترات والكلام الفارغ، هذا أمر مطلق جدا لإسرائيل الرسمية ولنتنياهو. لذلك يعني أقترح عليكم وعلى أنفسنا نحن كفلسطينيين
كلما هاجموا الرئيس أبو مازن كلما كان علينا الاطمئنان إليه أكثر. نعم، أنا أشكرك الأستاذ محمد بركة، كنت معنا من مدينة الناصرة، ويعني إن شاء الله بيجي الوقت القريب إما تستضيفنا في الناصرة أو نستضيفك هون بالاستوديو في معنا. تشرف دائما، تحياتنا لكم ولجميع. شكرا لك وشكرا على هذه المساهمة اللطيفة منك. استمعنا إلى الأستاذ محمد بركة، يعني من الواضح كلما زادت الهجمة الموجهة إلى الرئيس محمود عباس علينا أن نطمئن أكثر أن مواقف الرئيس محمود عباس هي مواقف واضحة وثابتة ومتمسكة بالثوابت الفلسطينية المعلنة. طيب دعني أضيف أيضا، يعني وهذه ليست المجاملة السياسية، الرئيس له وجه واحد، له مصداقية عالية على المستوى الدولي، والناس يعرفون أنه رجل سلام وأنه رجل جاد وأنه ليس رجل مهاترات، وهو صادق فيما يقوله ولا يتحدث لا بلغتين ولا بثلاثة لغات ولا بوجهين ولا بثلاثة وجوه. حتى أن يعني مصداقية الرئيس من وجهة نظري هي فعلا يعني وشخصيته، هذه الشخصية الوطنية المرنة المحنكة، هذه شخصية تؤذي السياسة الإسرائيلية زي ما تفضل الأستاذ محمد. وأنا أعتقد أن هذه الهجوم المباغت، وإن كان ليس مباغتا تماما بل يعني يكاد يكون متوقعا، هذا جزء من التراث الإسرائيلي عندما تكون إسرائيل محشورة سياسيا. أنا بالمناسبة لست مع الناس الذين يعتقدون أن إسرائيل تعيش في أريحية سياسية، بالعكس أنا أعتقد أنها تعيش في أزمة عميقة، وهم في مأزق نعم. كبير، ولو كان الوقت يعني يسمح لشرحت، ولكن أقول لك بأن موضوع المقاطعة أو بدء موضوع المقاطعة هذه مرحلة جديدة في تاريخ يعني الوقوف ضد الاحتلال. أنا أقول لك وكما قال لي أحد الزملاء قبل فترة، سنعلم أولادنا أنه من 1 يناير 2014 سنعلمهم أن هذا التاريخ كان تاريخا مهما، لأنه كان مسمارا كبيرا في نعش الاحتلال. عندما تبدأ كرة الثلج تكبر شيئا فشيئا، أنت تعرف أن المسألة بدأت في موقف الاتحاد الأوروبي، ثم تلاه مواقف الأكاديميين الأمريكيين، ثم ذهبنا إلى الدنمارك، ثم إلى هولندا، ثم إلى النرويج، وأنا أقول لك بأن وجنوب إفريقيا، وأنا أقول لك بأن الحبل على الجرار وما هو قادم أخطر بكثير. لذلك أنا يعني أقدر ما قاله بيرس كسياسي محنك ومخضرم، قال يعني لاحظ الكلمات وهذه مسألة في منتهى الخطورة والأهمية، قال المقاطعة الأوروبية لإسرائيل أخطر من السلاح النووي الإيراني على أمن إسرائيل. طيب أستاذ دكتور، يعني صحيفة معاريف نشرت وهو في إطار المهاترات الإسرائيلية، نتنياهو يبحث عن خليفة لعباس ويرسل مبعوثه للقاء دحلان، وجاء في أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أرسل مبعوثه الخاص المحامي إسحاق مولخو للقاء محمد دحلان المقيم في الإمارات في مسعى منه للاستعداد للمرحلة يعني لمرحلة ما بعد الرئيس محمود عباس. طبعا بالتأكيد هذا الخبر موجود حسب صحيفة معاريف، السيد محمد دحلان نفى ذلك جملة وتفصيلة، وقال يعني حسب ما ذكر أحد المقربين من محمد دحلان أنه هم يقفوا خلف الرئيس محمود عباس كممثل شرعي وحيد للشعب الفلسطيني مدام متمسكا حسب ما جاءوا بالثوابت الفلسطينية، وأنه نفوا بالمطلق مثل هذا الموضوع. لكن أيضا العديد المواقع الإسرائيلية بتحكي أنه نتنياهو عرض على الجانب الفلسطيني 90% من الضفة الغربية كما تفضل أيضا الأستاذ محمد بركة، وأن الجانب الفلسطيني رفض ذلك بالمطلق. الرئيس كما يعني استمعت له أنا حتى في قاعدة عادية، واستمعت له في على التلفزيون خطابات وعبر الوسائل، حكى أنه إلنا أعتقد 134 كيلومتر على حدود الأردن أو 137، بعرفش بالضبط أنا مش ذاكر الرقم قديش، لن نتنازل عن سنتيمتر واحد. فواضح أنه هناك تمسك من القيادة الفلسطينية طبعا بالثوابت، واضحة هاي ما بدهاش، رغم أنه يعني عم بيجينا كثير من الإخوة اللي يعني أنا بحاول أرد عليهم، يعني عم نحاول في هاي الحلقة يعني يعذروني الإخوان اللي ببعثوا لنا الرسائل عبر الفيسبوك، أنه في نقاشنا هذا عم نحاول نرد على جميع اللي بيقول لك يا أخي هي حدود الدولة قديش، طب تنازلوا عن قديش. جيد،
نعم. نجاوب يعني نعم. نحاول أنا نجيب. أنا بدي أقول شغلتين. أولا إسرائيل عندما تتحدث عن 90% من مساحة الضفة الغربية هي تستثني القدس الشرقية التي لا تقل عن 20% من مساحة الضفة، وبالمناسبة هم يستثنون 23% من مساحة الضفة اللي هي منطقة الأغوار التي يعتبرونها هي منطقة أمنية غير قابل، يعني إسرائيل لا يمكن توافق على الانسحاب منها. يعني نحن أمام حقيقة ضفة غربية مقتطع منها الجدار، ومقطع اللي هو يعني 7-8% مقتطع منها حوالي 6%. هذه موقفهم استاذ. نعم. هون اللبس عندنا في البعض. البعض منا زي ما بيقولوا اللبس يقع في الفخ الاسرائيلي. نعم نعم. الموقف الاسرائيلي هيك، هذا الموقف. احنا بدنا شو الموقف الفلسطيني؟ يعني احنا عارفين شو الموقف الاسرائيلي، الموقف الفلسطيني. وعبر عنه الاستاذ محمد بركة بوضوح. لا لا. بدهم وساقول لك قولنا الاحتلال. وساقول لك يعني المساله اكثر وضوحا. نحن سناخذ اذا كان هناك من حل، لن نتنازل عن الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية. وإذا كان هناك من تبادل للأراضي، لاحظ الموقف الفلسطيني الذي تكرر عشرات المرات. أولا يعني هذه النسب اللي بيحكوا عنها نسب، أولا تحول الضفة الغربية إلى كانتونات. صحيح. وبالتالي لن نقبل بأي تبادل للأرض يحد أو يؤثر على سيادتنا وتواصلنا الجغرافي على الأرض، هذا أولا. ثانيا هذه النسبة في مطلق الأحوال لن تصل إلى أكثر من 2-2.5%، لأن خبرائنا في الجغرافيا وفي التوبوغرافيا وفي الطرق بيقولوا لنا أنه أكثر من 2.5% سيهدد التواصل الجغرافي في الضفة الغربية، وطبعا بطبيعة الحال وحسب ما قيل أنه أيضا على أن تكون الأراضي مساوية لها، مساوية. وهذه المسألة يعني في القدس، استبدال القدس وجبال القدس يعني بصحراء يعني في غزة، هذا لن يحصل وهذا لن نقبل به. وبالتالي هذه المحاولات الإسرائيلية أنا أرجو خصوصا قطاع الشباب الذي يعني أنا أراقب ما يكتبون على الفيسبوك. طيب. وعلى وسائل التواصل الاجتماعي أقول لهم اهدأوا قليلا ولا تنخدعوا بالأطروحات الإسرائيلية. طيب معنا الأستاذ طلب الصانع رئيس الحزب الديمقراطي العربي من بئر السبع. مساء الخير أستاذ طلب. مساء الخير أخي ماهر لك ولكل المستمعين الكرام. أستاذ طلب، ربما استمعت، لا أعرف إن كنت استمعت إلى جزء من نقاشنا. نحن يعني نطرح قضية الموقف الفلسطيني في المفاوضات، الموقف الإسرائيلي في المفاوضات، وهذه الحملة الشرسة والمسعورة تجاه الرئيس الفلسطيني كونه يتمسك بالثوابت الفلسطينية. وأيضا مما يطرح، وسألنا هذا للأستاذ محمد بركة أيضا، يعني أنت كرئيس للحزب الديمقراطي العربي في الكنيسة الإسرائيلي وفلسطيني يعيش في دولة إسرائيل، ما الذي يعنيه لكم ولك ولنا القبول بيهودية الدولة أو طرح فكرة يهودية الدولة من قبل الإسرائيليين؟ يعني أخي ماهر، من حقنا أن نتساءل لماذا تبادر الحكومة الإسرائيلية لانتزاع اعتراف فلسطيني بيهودية دولة إسرائيل؟ وهذا المطلب لم يطرح خلال المفاوضات مع المصريين في كامب ديفيد كشرط للتوصل إلى اتفاق مع المصريين، لم يطرح خلال المفاوضات مع الأربيين. لماذا يطرح مع الفلسطينيين؟ هذا المطلب ليس ساذج على الإطلاق. الاعتراف الفلسطيني بيهودية دولة إسرائيل هو إلغاء للرواية الفلسطينية وللحق التاريخي الفلسطيني في فلسطين، نحو ما يسمى نكبة، وأن نتحمل نحن المسؤولية عن نكبتنا من خلال اعترافنا بأن هذه دولة يهودية، وبالتالي من الأساس لم يكن لنا حق في الرفض بإقامة دولة إسرائيل. نعم. الأمر الثاني هو نحو الحق العودة للاجئين، بأي حق يطالب اللاجئين بالعودة إلى دولة نحن نعترف بأنها دولة الشعب اليهودي، وبالتالي نحن نلغي بأنفسنا، وليس كموقف إسرائيلي، وإنما يتحول هذا الموقف الإسرائيلي إلى موقف شرعي باعتراف فلسطيني بإلغاء حق الفلسطيني في العودة. الأمر الثالث، الاعتراف بيهودية الدولة يضع علامة سؤال كبيرة على مواطنة وشرعية مواطنة الفلسطيني في الداخل. طبعاً. لأنه إذا كانت هذه دولة اليهود فأين دولتنا نحن؟ وما هو موقعنا وموقفنا ومكانتنا داخل هذه الدولة؟
وعلى هذا الأساس هي مقدمة لفترة لاحقة ستأتي للمطالبة بترحيل وتهجير الفلسطينيين من خلال أن يقولوا الفلسطينيين اعترفوا بأن هذه دولة دولة اليهود. نعم. وهؤلاء زائرين، هؤلاء ضيوف، وإذا نتيجة لخلق أزمة خانقة بطالة فقر مواجهات يقولوا هذا إرهاب، وبالتالي الحل بالترانسفير والترحيل والتهجير. يعني أستاذ، يعني أنا الغريب في الموضوع أنه في عالم الديمقراطية اليوم وعالم الانفتاح وحقوق الإنسان وبعرف إيش، يعني هاي المقولات الغربية الواسعة، أنه يعني لو إجت دولة تانية، والله لو السويد حكت أنه بدها تكون دولة السويد للمسيحيين فقط لقامت الدنيا ولم تقعد، لماذا يعني هذا الصمت العالمي على مثل هذه المقولة من وجهة نظرك؟ يعني لا أدري إذا كانت هناك دولة أخرى غير إسرائيل وإيران التي تعرف نفسها بالمعنى الديني. هذه المفاهيم يعني غير لا تنسجم مع التعريف الحديث للدولة المبنية على أساس المواطنة. وعلى هذا الأساس أنا أوافقك تماما الرأي بأن هنالك نفاق وعهر سياسي دولي، كل ما هو محرم دوليا هو مسموح عندما يكون الحديث عن إسرائيل وعن الحركة الصهيونية. كيف بالإمكان أن يتم طرح قضية نزع شرعية المواطنة عن مواطنين ومواطنين أصلانيين تحت تعريف يهودية الدولة؟ هنالك 20% هم ليس يهود على الإطلاق، وواضح جدا البعد السياسي لهذا التعريف. وإذا رأينا أخ ماهر كيف إسرائيل تتلاعب بالألفاظ، وهذا يدل على سوء النوايا، وسوء النوايا ليس بحاجة إلى أدلة أو براهين. فالحركة الصهيونية ودولة إسرائيل التي لم تتوصل إلى سلام مع مواطنيها الفلسطينيين الذين يشكلون 20%، كيف ستتوصل مع سلام مع الفلسطينيين في الضفة والقطاع؟ ورأينا ذلك من خلال التصريحات، إذا خذنا بعين الاعتبار مثلا تصريح ليبرمان، وهذا ليس من المعارضة أو من الهامش في الساحة السياسية الإسرائيلية، هذا وزير خارجية، هذا جزء من صلب الحكومة، يقول بأنه يطالب بعملية الترانسفير، ترحيل مواطنين. لماذا؟ لأنهم فلسطينيين. إذن يعني تمييز بين مواطن ومواطن على خلفية الدين والقومية. نعم. وأن يتم عملية تهجير لتغيير الواقع الديموغرافي، أي أن إسرائيل تريد الآن أن تحقق ما فشلت في تحقيقه عام 48، وهو تهجير الفلسطينيين من فلسطين، ويمر مثل هذا التصريح. طيب أستاذ طلب، نهاية العنصرية. نعم سأعود لك يعني العقلية البشعة، وفي ظل حديث عن سلام يتحدث عن جريمة ضد الإنسانية، تهجير فلسطينيين من المثلث. نعم. يعني أنا سأعود لك أستاذ طلب، ابقى معنا رجاء، يعني استمعنا الأستاذ طلب الصانع. الموافقة على يهودية الدولة هو موافقة على تهجير الفلسطينيين من الداخل، هو على الموافقة على اقتلاعهم من أرضهم، ومن هنا كان الموقف الواضح للرئيس محمود عباس بوضوح الشمس أنه لا يمكن لنا أن نعترف بيهودية الدولة، ولا يوجد أي فلسطيني يمكن أن يعترف، ليس فقط القيادة، الشعب الفلسطيني. يعني هذه مسألة، يعني كما قلت لك في بداية الحديث، هذه مسألة منتهية، ليتوهم الإسرائيليون ما يريدون، هذه مسألة منتهية، لا يمكن، لأننا بذلك نمحي تاريخنا، تراثنا، حقوقنا، وأهدافنا، ووجودنا وإنسانيتنا، هذا لا يمكن لا تحت أي ظرف من الظروف. وبالتالي الشيء الآخر اللي أضافه الأستاذ طلب الصانع بالإضافة للي كان يتحدث فيه الأستاذ محمد بركي، يعني هذا تهديد لوجودي إلنا، وهذا يعني كأنك توافق على أن تنفي نفسك وتنفي تاريخك وتنفي حاضرك وبالتأكيد تنفي مستقبلك. من يمكن أن يوافق على هذه الأطروحات؟ هذه أطروحات مطروحة، هي انتقلت أصلا من جدول الأعمال الثقافي قبل عدة عقود إلى جدول الأعمال السياسي. السبب الرئيسي لهذا الانتقال من قبل اليمين، أو نقل هذا الموضوع من قبل اليمين، هم يعتقدون بأننا نعيش في أوضاع صعبة وسنرضخ لإملاءاتهم، وهم يعتقدون أن الانحياز الأمريكي يعني والوضع الإقليمي، الوضع العربي، الانزواء القضية الفلسطينية، التدمير اللي بيصير في المنطقة العربية، هاي فرصة تاريخية لكي يعني يعيدوا النقاش للمربع الأول. يعني هذا الذي يعيد النقاش للمربع الأول هي إسرائيل اليمينية،
وليسنا نحن ولا يمكن نحن أن نعيد النقاش إلى المربع الأول إلا إذا اضطررنا، لكن لأنه إحنا إلنا مصلحة في عملية السلام. لكن هم يضعوا قضية يهودية الدولة وهم يعتقدون راسخا أو راسخين بأن الشعب الفلسطيني لا يمكن أن يوافق. وضع هذه المسألة على جدول الأعمال السياسي هي لتدمير عملية السلام، هي نوع من الوضع العصي في العربة. هم يعتقدون بأنهم بهذه الطريقة سيحملون القيادة الفلسطينية والشعب الفلسطيني مسؤولية إفشال العملية السياسية. وهذا سؤالي، وهذا هو السؤال الأهم. يعني حتى نرى لا يوجد مفاوضات حقيقية وجدية. المسألة من سيحمل مسؤولية الفشل، وهم من هذه الزاوية الآن يعني يطرحون على الطاولة. نعم. هذه النقطة. ومن هنا يعني سؤالي لك أستاذ طلب، يعني وضع هذا الموضوع على جدول المفاوضات كشيء أساسي للبدء بمفاوضات وكأنه وضع العرب أمام الحصان. من ناحية أخرى يعني شمعون بيرس الرئيس الإسرائيلي تحدث عن أنه لنتنياهو أنه مش بالضرورة تطرح مثل هيك موضوع، ولكن عاد ولم نسمع له صوتا. هل ممكن يكون أنه تم توبيخه أو منع من الحديث في قضايا مثل هيك؟ وهل فعلا الجانب الإسرائيلي ما بده سلام ولا يعني بيحاول يحسن شروطه من وجهة نظرك؟ يعني هل الإشكالية الشرق الأوسط هي في تعريف دولة إسرائيل أم هي في الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية؟ هل الإسرائيليين قد أنهوا إشكالية تعريفهم لذاتهم؟ حتى الآن لم يحصل في إسرائيل تعريف من هو يهودي. الإسرائيل نفسها، اليهود أنفسهم في يعني حالة من الخلاف والنقاش من هو يهودي. هل يأتوا ليقر الفلسطيني بيهودية الدولة ويحدد لهم من هو يهودي؟ هي محاولة لجر المنطقة إلى متاهات وإلى نقاش صفصفائي. القضية قضية احتلال يعني غاشم منافي لكل القوانين والقرارات الشرعية الدولية، والمطلوب هو إنهاء هذا الاحتلال. محاولة طرح قضايا جانبية للدخول في يعني حالات من أنفاق من خلافات تبدأ ولا نعرف كيف تنتهي، هذا يؤكد على سوء النوايا. وسوء النوايا ليس بحاجة إلى أدلة. عندما نرى الهزمة الشرسة حول الإسرائيلية ضد كيري وزير الخارجية الأمريكي، بأنه عمليا يأتي وزير الدفاع ويقول بأنه يهري وإنسان غير سوي، أو أنه يوجه المسدس إلى الرأس الإسرائيلي ويفرض عليهم المفاوضات، إذا واضح جدا بأن الحكومة الإسرائيلية غير جادة وغير راغبة في عملية السلام. عندما يطرحوا قضية جديدة ومختلقة، قضية اللاجئين اليهود، يجب حل هذه القضية. يعني ليس قضية أن قضية اللاجئين الفلسطينيين وحل قضية اللاجئين الفلسطينيين. نحن الآن في منطقة الشرق الأوسط نعاني من مشكلة جديدة، هي مشكلة اللاجئين اليهود. يعني اختلاق قضايا مختلف عليها من أجل الزج بخلافات ونقاشات إلى ما لا نهاية. القضية قضية واضحة، هنالك قرارات شرعية دولية، هنالك احتلال، وهنالك شعب يعيش تحت احتلال، ولهذا الشعب الحق في تقرير المصير. مع ذلك هي قضايا هامشية لخلق خلافات ولجر المنطقة إلى ما لا نهاية من مفاوضات، وإسرائيل تستغل هذه المفاوضات لخلق أمر واقع على الأرض، مزيد ثم مزيد من الاستيطان من أجل أن لا يبقى ما يتفاوض عليه الشعب الفلسطيني لاحقا. طيب يعني أستاذ طلب، بدنا نغتنم الفرصة وأنت معنا في برنامج على المكشوف، بالنسبة للهجمة الشرسة أيضا التي تواجهونها أنتم أهلنا في النقب، شو ممكن تحكي لنا عن الموضوع؟ يعني أيضا هناك تواصل للهجمة الشرسة أيضا عندكم. نعم، يعني هذا البعد يؤكد أن الشعب الفلسطيني أينما كان هو مستهدف، وأن القضية ليست قضية الفلسطينيين في المناطق المحتلة، بل إسرائيل تتعامل يعني ومع الفلسطينيين في الداخل الذين يحملوا حتى المواطن الإسرائيلية بعقلية العدو. وعلى هذا الأساس أقرت الحكومة الإسرائيلية مخطط يسمى مخطط برافر. من هو برافر؟ برافر هذا ليس وزير مدني، برافر هو عضو في قسم أو رئيس قسم التخطيط الاستراتيجي في مجلس الأمن القومي. هذا المجلس العسكري وضع مخطط لتبحير وتهجير 35 قرية عربية فلسطينية
وتأخير 60,000 مواطن فلسطيني بالداخل ومصادرة 800,000 دنم في أخطر مخطط ضد الفلسطينيين منذ عام 48 والذي يهدد بنكبة جديدة. والأدهى من ذلك هي محاولة إضفاء شرعية وتحويل هذا المخطط إلى قانون، أي تنفيذ هذا المخطط باسم القانون، يجب أن ينفذ نتيجة لسلطة القانون، وباسم القانون يتم تنفيذ جريمة ترحيل واقتلاع وتهديد. وإحدى الأمثلة الصارخة هي قرية فلسطينية في الداخل تدعى أم الحيران، يريد ترحيل قرية أم الحيران لإقامة على أنقاضها قرية يهودية تسمى حيران. فقط الفارق هو ترحيل مواطن فلسطيني وأقام وإسكان مواطن يهودي. هذا ليست ديمقراطية، هذا هو الأبارتايد، هذا هو الفصل العنصري. وحان الوقت أن نسمي إسرائيل باسمها الحقيقي، دولة أبارتايد، دولة فصل عنصري. هذا هو حقيقة الأمر. طيب، في تعاملها مع الفلسطينيين في الداخل. نعم، يعني من الواضح، سأعود لك أستاذ طلاب، من الواضح دكتور أنه سياسة الفصل العنصري كما تفضل، أو سياسة الأبارتايد، وهذه السياسة المجنونة ربما، واضح أن هناك مخطط إسرائيلي لاستهداف الفلسطيني. يعني دولة على اعتبار أهلنا الفلسطينيين هناك مواطنين في دولة إسرائيل، ولكن استهداف دولة تستهدف مواطنيها، يعني مش ممكن بدها تفكر تقيم سلام مع دولة تعتبرها عدو ومع شعب تعتبره عدو. بس هيك يعني أنا إذا أنا برأيي أنه يعني، وهذا ربما يعود إلى المتخصصين في الشؤون الإسرائيلية، وأنا بعتبر حالي من اللي على الأقل بيتبعوا أو بيتابعوا الشؤون الإسرائيلية. بصراحة أنت إذا الآن ذهبت إلى نمط السياسة القائمة في إسرائيل، هي يعني إسرائيل دولة على حافة الفاشية، من زاوية تركز رأس المال ومركزته، من زاوية وجود ميليشيات مسلحة تقدر الآن ب 600,000 مستوطن، من زاوية الإرهاب الفكري الذي يمارس على الشعب الإسرائيلي، من زاوية إخافة الشعب الإسرائيلي، من زاوية أن هناك تهديد وجودي. بالمناسبة هذا هو الشيء النمطي في الدعاية الفاشية والنازية، يعني بمعنى دائما إرهاب المجتمع، أن المجتمع مهدد، المجتمع يكاد يعني مهدد في وجوده، في أي لحظة يمكن أن تنشأ قنبلة نووية في إيران لكي تقضي على دولة إسرائيل، حماس تريد القضاء على دولة إسرائيل، أبو مازن إرهابي، ياسر عرفات كان إرهابيا، الشعب الإسرائيلي. هذه الدعاية هي جزء لا يتجزأ من الصيرورة التي ينتهي إليها أو تنتهي إليها المنظومة السياسية في إسرائيل. أنا أقول لك بأن هناك قطاعات إسرائيلية كبيرة مهددة بهذه السياسة بالمستقبل، يعني المسألة لن تقتصر على 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 الفلسطينيين، لأن هناك صيرورات اقتصادية واجتماعية وبالتالي سياسية لديها حاضنة فكرية كافية وفائضة عن الحاجة ربما للتحول يعني الخطير. يعني لم يعد يفصل المنظومة السياسية القائمة في إسرائيل عن يعني مرحلة الفاشية إلا بون بسيط. نحن يجب أن نلحظ هذا الذي هذه الصيرورة في المجتمع الإسرائيلي والتطور الذي يعني يحصل في المجتمع. بالتالي التهديد طبعا أكيد بالأول للعرب والفلسطينيين، ولكن أقول لك بكل بساطة أن هذا المجتمع يسير بخطى متسارعة نحو الانحدار. طيب أستاذ طلب، يعني تصريحات ليبرمان وتصريحات بنت وآخرين ضد الرئيس محمود عباس، وحتى ليبرمان يعني تجرأ يعني وصل في حد الوقاحة للقول أنه يعني لازم نشوف فلسطينيين بدهم يتعايشوا بسلام، ويعني بمعنى آخر بده يشوف فلسطينيين بيقبلوا بالشروط الإسرائيلية. واضح تماما أنه يعني لن يكون هناك فلسطيني يقبل بالشروط الإسرائيلية، لن يكون هناك فلسطيني يقبل بالشروط الإسرائيلية. هل تعتقد أنه الواقع الإسرائيلي اللي يعني ممكن يكون مجنون لدرجة أنه تدمير كل شيء؟ وأنا سألت سؤال وبعيد سؤاله، هل ممكن بتصرفات الإسرائيليين وبالاستيطان أن بيحاولوا يعيدوا الموضوع للمربع الأول؟ بمعنى وكأنه هم بيحكوا للفلسطينيين، وأنا بدي أحكي يعني أنا شخص أؤمن، يعني أنا ماهر شلبي أؤمن بحل الدولتين وأؤمن بحل الصراع وأؤمن بالسلام، ولكن إذا لم نوقع اتفاق تاريخي
فمعناها لم نوقع اتفاق تاريخي. إذا هو بدعي إنه رام الله هاي وبيت إيل إله ويهودا والسامرة إله، فأنا بدي أدعي إنه بير السبع اللي أنت قاعد فيها إلي وحيفا إلي، فبالتالي بدهم يعيدونا بسياستهم إلى المربع الأول. هل هناك عقلاء في إسرائيل يعني أم أنه إحنا ذاهبين إلى المربع الأول بهذه السياسة الهوجاء؟ يعني ليبرمان يريد أن يجد فلسطينيين بمقاس ليبرمان، وفلسطيني بهذا المفاهيم غير موجودين ولن يكونوا. الشعب الفلسطيني أينما كان يحمل فلسطين في وجدانه وفي عقله، ويحلم بالعودة إلى حيفا ويافا حتى وإن كان من أجل السلام يوافق على حل الدولتين. الغريب والمستهجن أن حل الدولتين هو حل للإشكاليات التي تعاني منها إسرائيل. استمرار الأمر الواقع هو بشكل فعلي تصفية ونهاية ليهودية الدولة. بمرور الوقت بين البحر والنهر سيكون هنالك شعبين، الشعب الفلسطيني والشعب اليهودي، وستكون أكثرية فلسطينية. وإذا كانت هذه الأكثرية الفلسطينية مسلوبة الحق في الانتخاب ومحكومة من قبل الأقلية، سيكون هذا هو الأبرتهايد. عدم أو إجهاض الجانب الإسرائيلي لفكرة حل الدولتين سيطرح وبشكل جدي قضية الدولة الواحدة ثنائية القومية، وهذا يعني نهاية دولة إسرائيل كدولة يهودية، وستكون هذه العقلية التوسعية الاستيطانية هي السبب في ذلك. لا شك بأن هؤلاء هم أعداء أنفسهم، وأن القيادة الفلسطينية الحالية هي يعني لا أرى في المستقبل أن تكون قيادة بمثل هذا الالتزام للسلام، وإسرائيل بغبائها تضيع فرصة تاريخية للتوصل إلى عملية سلام، وهي تقدر بأن التغييرات التي جارية في المنطقة هي لمصلحة إسرائيل، وأن إسرائيل بإمكانها أن تملي إرادتها. برأيي بأن هذا وهم، لأنها بإمكانها أن تفرض بالقوة أو أن تغتصب، ولكن هذا الاغتصاب لن يخلق شرعية، وأن عامل الزمن سيكون لصالح القضية ولصالح الشعب الفلسطيني. أستاذ طلب الصانع رئيس الحزب الديمقراطي العربي، كنت معنا من بئر السبع، شكرا جزيلا لك. وكان أيضا معنا الأستاذ محمد بركة رئيس الجبهة الديمقراطية للسلام من الناصرة، شكرا له أيضا. وأشكرك أنت أيضا دكتور عبد المجيد سويلم أستاذ الدراسات الإقليمية في جامعة القدس أبو ديس. أعزائي المشاهدين، الأسبوع يعني هناك إشكالية، طبعا إحنا بنناقش في البرنامج مرات مواضيع سياسية ومرات قضايا داخلية محلية مطروح الآن. هناك قضية شائكة، موضوع القضاء الفلسطيني والإشكالية أيضا بين القضاء والمحامين، وموضوع لذلك ندعو من البرنامج وسنقوم بالاتصال بهم وزارة العدل، وزير العدل، ورئيس نقابة المحامين، ورئيس مجلس القضاء الأعلى، نأمل أن يكونوا ضيوفنا في الأسبوع القادم لطرح مشكلة القضاء إلى أين في فلسطين. كل الشكر لكم أعزائي المشاهدين، إلى اللقاء في الأسبوع المقبل. السلام عليكم ورحمة الله.